عوامل كتير بتأهلك للنجاح، عشان كده زيت ريبسول اختيار مارك ماركيز بطل سباقات موتو جي بي لأنه يكون الأفضل. وانت كمان خليك جاهز، زيوت ريبسول دلوقتي في مصر. يا صباح الفل والجمال، اخباركم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ الانطباع الاول عن الاسكوتر التاني من زنن، حلوة الاعلام اللي بترفرف دي برضو صح؟ هناخد ده المرة دي الحاجة الاكشن شوية، زنن دوست على ما اعتقد دوست اكس، تمام؟ مهم الاسكوتر ده فيه منه لونين، احمر ثلاثة، احمر وزيتي والابيض. طبعا احنا سبق وجربنا زنن فيرا كروز لونه الاخضر، المفروض ان اللينك بتاع ريفيو يطلع لكم من هنا دلوقتي او من هنا. المهم هنجرب ده المرة دي، بس خلينا اخدكم كده لفة. احنا دلوقتي في العالمية اللي هي الموزع بتاعه في اسكندرية، او من ضمن الموزعين في الوصف هتلاقي موزعينه في القاهرة في اسكندرية في كل حتة. يعني هنا في قطع الغيار يا جماعة، شايفين هناك في الفوانيس والحاجات الكهرباء، هنا في الفبر، شايفينه الفبر بتاع اللي هناخده النهارده بنفس اللون، هنا في فيرا كروز. سبق قلت يعني ان الناس دي بيحاولوا على قد ما يقدروا يحافظوا على قطع الغيار في الاول، فهي مسهل. بصوا هنا الجلد بتاع السكوتر ده رهيب، سبحان الله هم مهتمين بالكراسي بشكل يعني خرافي. طيب تعال نركبه ونطلع بيه ونقول لكم الانطباع الاول زي عادتنا ان شاء الله. طيب يا مسهل الحال، هناخد الحلو الجميل ده. قعدته مسخره يخرب بيت كده. يا نهار اسود، لا والله العظيم القعده اللي قدام مسخره والله يا جدعان، مسخره مسخره، قعدته تحفه. يا نهار اسود، عادته كأنك راكب كأنك راكب عجلة. طيب الانطباع الأول عنه، الاسكوتر يديك كده أول ما تركبه انطباع إن ده سكوتر جبلي، حاسس إن أنا راكب موتوسيكل موتو كروس. الجدون الحديد ده والجدون عالي قوي يا جماعه وبعيد، هتحس ان انت كده قاعد ايه في يعني حاجه غريبه، يعني موتوسيكل تحس انك قاعد في موتوسيكل اكتر ما هو سكوتر. العدلات بتاعته كمان نفس الاحساس بتكمله. حلوه النمره دي يا جماعه، اربع خمس وحيد متكلبشه الله يعينه. فانطباعه حلو، مساعدين الحمد لله، يعني كنت خايف منهم، ظريفين لحد ما لحد دلوقتي مش عارف. هو الحلو بقى ان هو نشيط قوي. يعني طيارة زي ما بيقولوا، بينط مش عارف ده يجيب توب سبيد كام، كل ده هنشوف في الريفيو، بس لمسة البنزين بتاعته بتخليه ينط، فحاجة حلوة النشاط ده. الاسكوتر ده ان شاء الله هنعمله ريفيو كامل، بينزل ب 18000 او 17900 حاجه زي كده يعني، فلسه هنشوف ايه الاخبار بتاعته والكلام ده كله هتشوفوه في الريفيو الكامل عنه. انا قلت نعمل زي العاده الانطباع الاولي عن السكوتر، عشان لو انت في يوم اشتريته هتحس بكده اول ما تركبه، فكانك بتستلم سكوتر جديد. وبعد كده ان شاء الله بدعمكم على الفيديوهات دي، الناس هتشوف ان احنا في رغبة كبيرة جدا من الجمهور ان هم يشوف حاجات زي كده، فنعرف ناخد الموتوسيكلات الجديدة اول باول. فيا مسهل الحال ان شاء الله، اشوفك ان شاء الله في ريفيو الكامل للسكوتر الحلو ده، لان انا باين عليه قاعد في الزحمة كتير. يلا السلام عليكم.